في عناوين نشرة الليلة: صندوقة افتراضية لانتخاب الرئيس. كمين يسموه كمين. وضبط ورقة المنسف. غادرونا في البحر وعادوا جثامين من الجو. التقرير الأسود للفاتيكان يبدو سواداً إعلامياً. اليوم مامبرتي ما عاش موجود بالأمان العام بسلك الدبلوماسي. قريباً لبنان في سلة المهملات المالية دولياً. ما بعودوا قابضينك كدولة أنه ممكن تعمل أي إصلاحات مستقبلية. إذا ما أقررنا ونحن بمجلس النواب يعتبر لبنان من دول غير المتعاونة بمكافحة الجريمة بالعالم. تكلفة تمويل الحراك تصرف على دفع الكفالة وفحص البول. كان عم بيقولوا لكل واحد بتاخد العينة تبع البول وبتاخد معك 50,000 وبتدفع الفحص ولا ما بتطلع. بوتين والأسد اتفاق عسكري سياسي. ولا أحد يفكر بمشاركة عسكرية لذا كان لديها بالنهاية هدف سياسي يخدم هذا الشعب. وفي النشرة: هنا إذاعة ما يطلبه الإباحيون. إنسانك أحنا ما نقدرش لك إياها طريقتنا الخاصة. هذه العناوين وتفاصيل أخرى تتابعونها في النشرة بعد قليل. مساء الخير. تعقد قمة روسية سورية. يطير الأسد إلى موسكو ويعود إلى دمشق برعاية سخوي. ينتهي اللقاء وتشتعل الهواتف العاجلة. يتصل بوتين بالملك سلمان قبل أن يهدئ من روع أردوغان في مكالمة مماثلة. يجمع أصحاب المعالي الخارجية صفوفهم إلى فيينا الجمعة في منتدى سيضم الأمريكية والروسية والسعودية والتركي. كل هذا ونتعثر لبنانيا باجتماع لهيئة مكتب المجلس لإعداد جدول أعمال جلسة عامة لن يكتب لها التشريع، وندور حول الجلسة 30 لانتخاب الرئيس من دون أن تنتج شبحا رئاسيا أو نضع رسما تشبيهيا له، فيما المرشحون رسميا هم الدكتور سمير جعجع معجل مكرر 30 مرة و30 خيبة و30 احتلال ترشيح، فيما حلفاؤه إذا ما وقعت التسوية يبيعونه ب30 من الفضة. وعلى الأغلب فإن مكوناتنا السياسية ستشهد يوما تنتج فيه التسوية السورية ويعاد انتخاب الرئيس بشار الأسد وإن لمرحلة انتقالية، وربما تقصده الوفود اللبنانية للتهنئة قبل أن تفتح عندنا الصندوقة الرئاسية أو تقفل براميل النفايات. فالعملية السياسية تسير بخطى متسارعة في سوريا تحت الوطأة العسكرية الروسية التي نوقشت في قمة الأسد بوتين، وأكدت فيها موسكو المساعدة بخطين متوازيين سياسيا وميدانيا. وقد أعقب القمة ارتفاع في الحرارة الهاتفية من موسكو إلى أنقرة فالرياض والقاهرة وعمان، لكن القلق الأبرز عبر عنه رجب طيب أردوغان الذي لم يشغل باله إلا في إمكانية تسبب الضربات الروسية على حلب بنزوح اللاجئين نحو تركيا، ولم يكترث لإرث التهجير الذي تسبب به بالاشتراك مع أقرانه العرب عندما دعموا ومولوا ودربوا إرهاباً وكلفوه احتلال المدن وتشريد ناسها بين بر وبحر على مدى 5 سنوات. أردوغان قلبه على النازحين،
وفرانسوا أولاند على إمكانية تعزيز موقع الأسد، وهو الرئيس الذي لم يعد موقعه معززاً في الجمهورية الفرنسية التي وعدها مراراً بأيام معدودات للرئيس السوري. ولم تتلقى كل أوروبا لليوم سوى رعب الإرهاب وطوابير النازحين، حيث لا تزال المسيرة في أولها. ومن هذا المسار ما عاد إلى لبنان اليوم سوى جثث عبر الجو بعدما كابدت أجسادهم ملح البحر. وفي الجلسة 30 لانتخاب رئيس للجمهورية حضرت النفايات وغاب التصويت، والمجلس النيابي مدد للفراغ حتى 11 من تشرين الثاني المقبل. تقرير نانسي السبع. تساقطت أوراق الشجر في باحة المجلس النيابي ولم يسقط النواب اسم الرئيس، خبر لا يفاجئ اللبنانيين، لكن صورة واحدة تصدم المقيمين وحتى المغتربين. أربعة عمال يتبارون في تلميع ساحة البرلمان في وقت يغرق فيه البلد بالنفايات. يستاء النواب حين تخيرهم بين أولوية انتخاب رئيس وإزالة النفايات، وكما في كل شيء تسمع دائما الخبر ونقيضه. أنا ملتزم بالأستاذ هنري حلو، رغم بس هذه الجلسة اللي مخصصة للرئاسة خصصت بالنتيجة للتداول بالنفايات. اليوم انتخاب رئيس، وبس ما نحكي عن النفايات نحكي بمحل غيرهم. حتى في المجلس هناك مندسون. One time and last for a lifetime and never let go till we're gone. تقنعوا ينتخب العماد ميشيل عون رئيس؟ هلا هلا عم نتشاور. عم نتشاور. مين قالكم بيقنع تاني؟ للبنانة الانتخابات. صحيح. بس حضرتك غير التكتل هالقد ماسكين قدام بعض، عاملين كده حمله عليه لاستاذ محمد. نحن زملاء وجيران وتعاونين في اكثر من مجال. من خيره الناس ومن خيره النواب، كفاءه وعلما ونزاهه. يعني يعانوا بالتكتل اصلا ما عم هلا بتحرطوا انتم، بتحبوا تحرطوا، بتحبوا تحرطوا. وبالعودة إلى سبب تقاطر 49 نائبا إلى البرلمان، ففي الجلسة 30 للانتخاب كسر لم يحسموا أمرهم. بدك تنتخب اليوم رئيس، مين كنت انتخبت؟ المرشح التوافقي. ليه هو؟ مرشح التوافقي. مين في اليوم مرشح توافقي؟ يا الله انت عاملنا كمين. كمين بسموه كمين، يعني تحطي اسم، تحطي هلا اسم، معنى ذلك انه انت عم بتقولي اللي ما لازم ينتخب. حضرتك اعتق من هو في هذا البرلمان، صح. شو بتقول عن جلسات انتخاب الرئيس؟ مصيبه كبيره، مصيبه كبيره وصعب نخلص منها. بس اليوم في ثلاث مرشحين، من كنت لتضع بهذه الصندوقه؟ عم تحرجيني كثير. ما ممكن قلت. تنتخب العماد ميشيل عون رئيس؟ ما انا بعتقد بنتخب الذي ارى انه يمثل هذا الرمز الموجود في الدستور. جنرال ميشيل عون ما بتنتخبه؟ لا. بدك تقنعه بدكتور جعجع رئيس؟ انا بعتقد ماني بحاجه اقنعه للرئيس سنيورا، لانه وقت ترشح دكتور جعجع رشحنا. شفت دولة الرئيس قد ايه مقتنع بالدكتور جعجع وقد ايه مش مقتنع بالعماد عون. بدك هو يعطينا النموذج لحتى نقتنع فيه. اليوم لما فتت على جلسة الانتخاب كنت عارف انه ما حينتنتخب؟ نعم اكيد كلنا عارفين. الحلم اليوم صار انتخاب رئيس ينقذ البلد. جلسات صارت نوع من انه فصل من مسرحية عم بتصير لتعطيل الانتخابات الحمد لله بكل اسف. بين حلم الانتخاب وواقع الفراغ هناك من مل الانتظار على قارعة الرئيس وقرر الرحيل. 30 جلسة والفراغ ما زال رئيس المرحلة، بل ويتمدد إلى قلب المؤسسات وقلب البلد، وفي ظل حكم الأشباح لا تنده ما في حدا. نانسي السبع، قناة الجديد. آل صفوان يعودون من تغريبتهم جثثا هامدة.
فضلوا أن يخاطروا بحياتهم وأن يضعوا أرواحهم رهائن للبحر على أن يبقوا في بلدهم رهائن للفقر والتهميش، مأساة تختصر واقع لبنان وأهله. فالمهاجر السوري يفضل المجهول على الموت في حلب أو حمص أو الرقة، واللبناني اليوم بات على الدرب، فحرب الدولة التجويعية على مواطنيها لا تختلف قسوة. أفراد عائلة صفوان وهم ضحايا هذه الدولة عادوا إلى أحضان وطنهم جثثا مغلفة، والدولة وقفت تتغنى بإنجازها بإعادتهم غافلة تسببها بهربهم. عادت 7 جثث من تركيا في حين يبقى البحث جاريا عن وائل ومالك ابني الأعوام 7 و19. في زحمة الحزن هذه والد يتمسك بالموجودين، يطلب إلقاء نظرة أخيرة على ابنته حورية التي قضت مع جنينها. بشوف بنتك. وين بنتك؟ مين هي بنتك؟ مين بنتك؟ بيع هذا يا عمي. شو قبل وصول الجثث كانت العائلة والأقرباء ينتظرون لحظة اللقاء من غادروا إلى حياة أفضل. شو بتقربين مصطفى؟ أمه. أنت أمه مصطفى؟ أنا كان مع بيو بتركيا ما هيك؟ هلا بيو بعده موجود بال موجود. مصطفى كان عايش بتركيا ولا هون؟ صار له 2 سنين بتركيا. بقى لك 2 سنين ما شفتيه؟ إيه لي 2 سنين ما شفته. مصطفى هلا واصل مع الجثة. أنت كنت معهم ليه؟ إخواتك البنات ما كانوا معهم؟ وترجوا ليكون معهم. أنا أحبوا ياخدوني معهم بس أنا ما، وأنا كنت طالع أفريقيا يعني وحاجز، وكان سفري نهار الأربعاء الساعة 5 بعد الظهر، واجينا الخبر الساعة 1 يعني. اليوم كان في إسراع بوصول الجثة؟ الحمد لله الحمد لله أنه كل شيء كان مسهلنا. المسؤولون أكدوا أن الدولة تحقق على نحو جاد في ملف مافيا تهريب المواطنين. طبعا اليوم الوضع الاجتماعي والاقتصادي اللبناني هو أحد الأسباب، ما فينا ننكر. ايضا الواقع العمل على صعيد المؤسسات بسوريا، مافيات وقت البقصد هي مافيات اجنبيه مش لبنانيه، معلش خلينا نكون واقعيين، وهذا خليني بانتظار التحيات. هذا من جهه. نحن اليوم ما انا ضد الاغتراب وضد السفر الى الخارج ونظرا للظروف الاجتماعيه والاقتصاديه اللي عم يعيشها البلد، بس ولكن المافيات هيدي خارج لبنان، خارج لبنان. هلا ممكن يكون في لبنان مجموعات عم تحاول يعني تنقل بطرق غير سليمة غير صحيحة، إن كان عبر المراكب وخاصة عبر البحر. هذه طبعا معك أنا بموضوع استكمال التحيات وكشف كل من يقوم بمثل هذه الأعمال. الأجهزة الأمنية كلها عم تعمل مهمتها وعم تحاول توقف، وفي ناس توقف. الجثث نقلت بعد ذلك إلى مستشفى رفيق الحرير الدولي على أن تدفن في مقبرة الأوزاعي نهار الخميس. هذه المأساة ليست الأولى ويبدو أنها لن تكون الأخيرة، بعدما تبين أن مافيات الهجرة غير الشرعية دخلت لبنان منذ مدة ووجدت زبائن كثرا يائسين وجاهزين. أوساط عالمية تتحكم بإعلام الأوساط، تقرير جاد غصن. ومن ملف الخطف إلى حادث اختفاء عدد من صيادي الأسماك مساء اليوم في منطقة الدورة بعيد خروجهم من مرفأ الصيادين. في مستهل نشرة الام تي في في الأول من نيسان عام 2013 طلعت المحطة بهذا الخبر لتكذبه في آخر النشرة قائلة أنه مزحة مناسبتها كذبة الأول من نيسان. بدألكن تعيشوا وتاكلوا غيرها، نحن اليوم الأول من نيسان. الرواية ليست هنا، الرواية أنه بين الخبر وتكذيبه كانت المؤسسة اللبنانية للإرسال قد وزعت هذا الخبر مضيفة إليه بعض المنكهات الخبرية قبل أن تكتشف أنه مزحة. لا تستثنى مؤسسة إعلامية من الزلات المهنية، والسالفة ليست إلا تعبيرا عن إشكالية أكبر. في الأيام القليلة الماضية كثر الحديث عن تقرير أسود قيل أن الكاردينال الفرنسي دومينيك مامبرتي رفعه إلى الفاتيكان عقب زيارته الأخيرة للبنان، يقول فيه إن المؤسسة الكنسية المارونية أصبحت بلا رحمة ويحملها مسؤولية في عدم التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية. جرى تناقل الخبر بكثافة لافتة حتى أنه استدعى نفيا من الفاتيكان وبكيركي، وقناة تيليلوميير عرضت تقريرا عنه تضمن نفيا من المعتمد البطريركي لدى الكرسي الرسولي المطران فرانسوا عيد. اليوم مامبرتي ما عادش موجود بالأمان العام في السلك الدبلوماسي،
مام بيرتي صار بمكان آخر بسنياتير أبوستوليك بمحكمة. جلبة استدعاها خبر تناقلته المواقع اللبنانية، ولكن من أين أتى؟ عبر محركات البحث على الإنترنت تعقبنا مصدره الأساسي ليتبين لنا أن أول موقع إلكتروني نشر الخبر هو موقع جريدة النهار قبل 8 أيام، والصيغة الخبرية المعتمدة تنسب الخبر إلى أوساط غير محددة وغير معروفة الهوية بتاتا. بحثنا في المواقع الأجنبية فلا أثر لا إلى تقرير ولا إلى سواد ولا أي لون آخر. إذن لابد لهذه المصادر أن تكون بلدية، والتكرار الببغائي لم يحاول طرف واحد تأكيد مصدره، أمر أصبح متكررا لدى أغلب المؤسسات الإعلامية اللبنانية كما يؤكد الكاتب في جريدة الأخبار بيير أبي صعب. فكرة لو زراعة الحقيقة كل مرة، أما تجاهل شغلات بأفضل الحالات، يعني الراقي فينا بيتجاهل اللي مش عزوره، اللي أسوأ بيروح بزوره. طيب أنا بدي أقوله خي مش عاجبني انتخابات هاي الكلية ربح فيها فريق سياسي أنا ما بحبه وأنا عم بشتغل ضده، بس ربح بدي أقول إنه ربح، بدي أقول ليش ربح، بدي هنيه بربحه، إذا ديمقراطية إذا مش حرب أهلية. يعني إحنا دائما بنغلط بين الصراع السياسي والحرب الأهلية، حرب أهلية دائمة يعني، والإعلام بيقع فيها يا محرض يا مروج يا بدون قصده متراس بهذه الحرب الأهلية. من دون تبرير قد يفهم البعض عرض معلومات خطأ في سياق الجري المتسرع وراء السبق الصحفي، وحتى زلقة كذبة الأول من نيسان قد تفهم في سياق التنافسية الجامحة، ولكن التكرار الببغائي ما هو إلا تعبير عن أزمة. عدم وجود ضوابط، عدم وجود قاعدة، يعني أنت ما فيك تعمل ماتش فوتبول إلا في مجموعة قواعد، هذا الفاول وهذا ما بعرف شو، إنه ما بقى عنا فاول بمهنتنا، ما في شيء اسمه فاول، وما بقى في حكم بيصفر، ولا المؤسسات بتحسها رقابية بمعنى بدها تقمع حرية التعبير، ما بدها تنظم المهنة، يعني المجلس الوطني للإعلام ووزارة الإعلام ونكتة اسمها وزارة الإعلام يعني، ولا نحن عنا نقاباتنا بتضحك بنية قطاعية طائفية ما بتمثلنا، ما بتمثل حقوقنا المطلبية، ما بتمثل، ما عندها أي شرعية. فبشو بيبقى مين يعني، ورئيس التحرير بده يبيع أو مدير النشرة أو كذا بده ينتشر. في حصيلة الأمر قد يكون هناك من تقرير أسود سري على الرغم من النفي الرسمي، أو في المقابل قد يكون النفي الكنسي في محله، وحتى قد يقول البعض أن الكنيسة بحاجة إلى إصلاحات بتقرير أو من دون تقرير. غير أن المؤكد أن آليات نقل المعلومات أو اختراعها في لبنان بحاجة إلى عناية فائقة حتى لو تصبح الوسائل الإعلامية أسلحة تستخدمها أوساط لضرب أوساط. جاد غصن، قناة الجديد. بعد السؤال عن جهات تمويل الحراك الشعبي، وجب السؤال عن جهات تمويل السلطة لقمع هذا الحراك. أدم شمس الدين. البحث عن مصادر تمويل الحراك الشعبي ليس بالأمر الصعب. تبدأ الاتهامات من المواقع الإخبارية والصحف والمدونات لتصل إلى الاتهامات التي كالها الزعماء، من دولة صغيرة إلى سفارة قريبة. كثيرة هي الجهات التي اتهمت بتمويل الحراك، لكن على ماذا يصرف هذا التمويل؟ من أول ما بلش الحراك في شباب عم يدخلوا على السجن وعم يطلعوا بكفالات مالية. هذه الكفالات المالية صار عددها كتير كبير وصار عم تكرر الموضوع كتير، فطبيعي جدا هذه الكفالات رح تعمل نوع من الفرق. إذا بده يجي عدوا المصاري بآخر شهر رح يشوفوا أنه في أكثر من 60 معتقل دخل وخرج، عدد كتير منهم دفع كفالات كتير كبيرة بتوصل لحدود المليون ليرة، فطبيعي جدا يشوف مدخول زيادة صار بخزينة الدولة. حتى مش بس كان عم يجي المصاري من الكفالات، كان في عم يجي فحوص بول إجبارية عن المخدرات للموقفين، وكانوا عم يجبرون هن يدفعوا حقها، يعني كان عم بيقولوا لكل واحد بتاخد العينة تبع البول وبتاخد معك 50,000 وبتدفع الفحص ولا ما بتطلع. في جردة سريعة يتبين أن الحراك دفع نحو 4,000 دولار بين إخلاء سبيل وفحوص بول للمعتقلين. أمام هذا المبلغ الزهيد نسبيا، لنا أن نسأل عن الأموال التي صرفتها السلطة لمواجهة هذا الحراك.
يحيلنا هذا المشهد إلى هذا البيان لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان عن زيادة ساعات التقنين في مختلف المناطق من المياه الغزيرة في التظاهرات والمقطوعة عن البيوت. ننتقل إلى مئات القنابل المسيلة للدموع التي تكلف الواحدة منها نحو 50 دولاراً، فضلاً عن الرصاص الحي والمطاطي وجدران إسمنتية وأسلاك شائكة وأخرى مكهربة. تمويل الحراك عم يجي من الناس، الناس هي عم تدفع وتتبرع على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع خاصة لجمع الأموال، عم تبرعوا بهالمبالغ يلي عم نستثمرها نحن بالتحركات تبعنا، أما بالطباعة وباليافطات وما شابه. بمرحلة تانية الدولة هي عم تصرف كمان مبالغ كتير كبيرة من الهبات يلي اجت اما للجيش اللبناني، واما عم تدفع لحتى تعمل عوائق اسمنتيه بالشارع او عوائق حديديه او تطلق قنابل مسيله للدموع وكمان رصاص مطاطي. يعني كميه القنابل اللي عم تطلق هيدي واحد بده يفكر بكمان تكلفتها الكتير كبيره وقد ايه عم يستعملوا هالاموال يوظفوها بمحل تاني لقمع الاشخاص الاخرين. بعد السؤال عن جهات تمويل الحراك يصبح لزاما السؤال عن جهات تمويل السلطه لقمع الحراك، وإذا ما استثنينا منها الهبات الدولية والعسكرية التي وصلت أو التي لم تصل بعد، تبقى هناك جهة واحدة لمصدر التمويل. يمكن الهبات العسكرية الأجل للجيش يمكن ما شفناها بس شميناها بآخر مظاهرة على هيئة قنابل مسيلة للدموع. عم تجي الأموال للسلطة اللبنانية لتوظف بمشاريع تنموية مفترض، يبدو أنه عم توظف بكمان محل تاني لقمع هيد الناس عم تنزل تظاهرات مطلبية بالشارع. يعني عم ياخدوا المصاري لمشاريع تنموية عم يستعملوها بمحل تاني لقمع المواطنين يلي عم يطالبوا كمان بمشاريع تنموية. يعني بآخر نهار صفى اللبناني عم يدفع ضريبة لحتى الدولة تقمعوا فيها، هي ذاتها تشتري مواد ومعدات تقمعوا فيها. بمحل تاني الشعب اللبناني عم بيمول السلطة السياسية لا تعمل هيدي العوائق بالشارع لتعطل زيادة المؤسسات الموجودة جوا لحتى هي توقف شغل كل المطاعم والمؤسسات الموجودة داخل منطقة وسط بيروت. هنيئا لشعب سلطته تعيش على هبات وعلى إخلاءات سبيل وعلى فحوص بول. آدم شمس الدين، قناة الجديد. الفشل السياسي يقابله فشل أكبر في إدارة الملفات الاقتصادية التي قد ترتب على لبنان مخاطر كارثية في غضون الأشهر القليلة المقبلة. نداء الاستغاثة الذي أطلقه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بضرورة التشريع لإقرار قوانين اقتصادية ومالية يأتي خلفيته من التهديدات التي أطلقها البنك الدولي بإزالة لبنان عن لائحة المساعدات. إن قرأه البعض على أنه كلام في السياسة، فإن الاقتصاديين والمصرفيين ذهبوا إلى ما هو أبعد، فالمخاطر الاقتصادية المقبلة في الأشهر التالية قد تضع لبنان في سلة المهملات الدولية. ستاندرد أند بورز، مؤسسة تصنيف دولية، صنفت لبنان بنظرة سلبية، يعني ممكن تخفض له تصنيفه. والمؤسسات الدولية بس نظرة سلبية، يعني تصنيف لبنان بده ينزل. تخفيض تصنيف لبنان له مخاطر مباشرة ومخاطر غير مباشرة. المخاطر المباشرة هي ارتفاع كلفة الاستدانة اللبنانية من البنوك والمؤسسات الإقراض الدولية. يعني بدل ما تدفع فايدة 4 فايدة دولية مثلا، تدفع أنت زيادة فوق مخاطر شي 3%، يعني الفايدة مضاعفة عليك. أنت عندك عجز موازنة كبير، فبالتالي عم تدين لتمول العجز، فبالتالي عم يكبر العجز، عم يكبر خدمة الدين عليه، أوكي؟ فبالتالي بلاقوا دولة غير جدية، إذا غير جدية بإقرار مشاريع تستفيد من تمويل مشاريع للبنى التحتية وغيرها، فكيف تكون جدية في معالجة مخاطر ارتفاع الدين وبالتالي مخاطر الديون السيادية عليه؟ يعني ما بعودوا قابضينك كدولة إنه ممكن تعمل أي إصلاحات مستقبلية. لما أنت اليوم عندك قوانين علقاني بالمجلس النيابي تتعلق بمؤسسات دولية منها البنك الدولي تعطيك أموال للبنان أو دينك أموال للبنان، وأنت ما بتقرها، من الخاسر؟ النظام السياسي في لبنان أو الشعب؟ لا، الشعب يكون الخاسر. لازم يجتمع مجلس وزراء ويقر كل ما له علاقة بالوضع المالي والاقتصادي، كما على مجلس النواب أن يجتمع ويقر جميع القوانين اللي صار عندها، يعني كل شغلة بنخترع لها اسم بلبنان، التشريع الضرورة، فليجتمع ويقر
التشريعات الأساسية المطلوبة التي تبقي لبنان كدولة ولو كانت هشة، ما تخلينا نهتري على الآخر يعني ونتشرشح مثل ما حضرتك حكيت ونصير بسلة المهملات الدولية. تراجع النمو الاقتصادي في مقابل ارتفاع الدين العام ومع غياب المؤسسات التشريعية والتنفيذية وتأثيره في البنية الاقتصادية لن ينجو من تبعاته العمود الفقري للاقتصاد اللبناني ألا وهو القطاع المصرفي. ولكن أنا بعرف أن القطاع المصرفي وبوجود السياسة المعتمدة وبالتعاون مع مصرف لبنان بضمان تسليفات يعني بشكل كتير جيد وتحديد نسب التسليف، فبالتالي القطاع المصرفي هو على صلابته، ولكن نمو موجوداته ونمو نشاطه بيتراجع مقارنة مع السنوات الماضية بسبب الظروف القائمة بالبلد. فإذا تم يعني إعادة تصنيف لبنان بشكل سلبي هذا شيء أكيد حكما بده يؤثر على القطاع المصرفي وبالتالي على كل اللبنانيين. إذا لا سمح الله لم يقر المجلس النيابي قبل آخر السنة القوانين المتعلقة بتبييض الأموال، يعني تحديث القانون رقم 318 وقوانين أخرى متعلقة بهذه المواضيع مثل مثلا تبادل المعلومات الضريبية اللي كل العالم صارت موجودة فيها ما عدا لبنان، إذا ما أقرناه ونحن بمجلس النواب يعتبر لبنان من دول غير المتعاونة بمكافحة الجريمة بالعالم، وبالتالي بصير أكيد كل الحوالات الواردة على لبنان أو الصادرة من لبنان بدها تصير تخضع لمعايير مختلفة وبدها تخضع لمراقبة مشددة اللي بتأثر على كل اللبنانيين. فشل الطبقة الحاكمة في إدارة الملفات السياسية يقابله فشل أكبر في إدارة الشؤون الاقتصادية، وإن كانت التسويات الإقليمية والدولية قادرة على إيجاد الحلول السياسية فإن السقوط الاقتصادي في سلة المهملات الدولية لا يجد ما يرفعه، حتى النفط الذي يحتاج إلى قوانين وتشريعات. باسل العريضي، قناة الجديد. الرئيس السوري بشار الأسد يلبي دعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين ويقوم بزيارة مفاجئة لموسكو. في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً توجه الرئيس السوري بشار الأسد الثلاثاء إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة خارجية هي الأولى له منذ بدء الأزمة في سوريا، التقى خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين وناقش معه استمرار العمليات العسكرية والجوية الروسية ضد الإرهاب في سوريا. الأسد أعرب لبوتين عن تقدير الشعب السوري للدعم الروسي بهذا الخصوص وأطلعه على الوضع في سوريا وخطط الجيش السوري وسير العمليات العسكرية. الإرهاب الذي نراه منتشراً اليوم كان يمكن لولا قراراتكم وخطواتكم أن يكون أكثر انتشاراً وأكثر ضرراً ليس فقط في منطقتنا وإنما في مناطق أوسع. في هذا الإطار أكد مشاركتكم الأخيرة وإعلانكم عن جبهة من أجل مكافحة الإرهاب، ولا أحد يفكر بمشاركة عسكرية إلا إذا كان لديها بالنهاية هدف سياسي يخدم هذا الشعب، وبكل تأكيد يجب أن يكون هدف سياسي الذي يقرره الشعب السوري مستقبل سوريا بالشكل الذي يراه هو هدفنا جميعا. وأؤكد كما تؤكدتم أنتم في أكثر مرة بأن هدف هذه العمليات التي تقومون بها والتي نقوم بها نحن أيضا في سوريا هو ضرب الإرهاب، أولا لأنه خطر على الشعوب، ثانيا لأنه هو العقبة في وجه أي خطوات سياسية حقيقية يمكن أن تحصل على الأرض. بالمحصلة كل الشعوب تطمح للحرية وكل الشعوب تطمح لأن تكون هي المشاركة في بناء أوطانها وليس فقط المسؤولين في أي دولة من الدول. الرئيس الروسي عرب بدوره عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة في التسوية السياسية للأزمة السورية، مشيرا إلى أن الكلمة الحاسمة في التسوية يجب أن تكون بلا أدنى شك للشعب السوري. وعلى أساس طلبكم نحن بدأنا في الاضطرابات الجوية ضد الإرهاب اللي ينتشر في المنطقة ويقوم بالحرب ويقاتل الشعب السوري في الأونة الأخيرة ضد الإرهاب الدولي من جميع البلدان في انقلاق شديد في عدة بلدات للعالم للمحاولات الإرهابيين احتلال على الأراضي الشاسعة وانقلاب الأوضاع في هذه المناطق. وأكد بوتين أن روسيا مستعدة للتعاون مع الدول الكبرى والإقليمية الأخرى المعنية بحل النزاع السوري سلميا. بعد الإعلان عضت خد.
بكم جديد في لبنان، ترند جديد بعنوان الدعارة الإذاعية، وأبطاله مواطنون يشاركون في آراء من العيار الثقيل. منذ مدة ليست ببعيدة بدأ اللبنانيون يستغربون سماع آراء مستمعين على الراديو يتحدثون بعبارات ذات إيحاءات جنسية، ومنهم من تعدى الخط الأحمر للآداب العامة بكلامه، فالمذيع يطرح موضوعا ملغوما لكي يفتح المجال أمام المتصلين للرد كيفما يشاءون، فظن المستمعون أنهم يسيئون فهم ما يجري ويبالغون في الحكم عليه، وبعضهم خلص إلى أن المستوى الإذاعي في لبنان بات هابطا ولا حسيب ولا رقيب عليه. ولكن سرعان ما تبين أن ما يحدث ليس سوى دعارة إذاعية على راديو مزيكا أف أم، فقد رصد مكتب حماية الأداب العامة برنامج صاحب الإذاعة والمذيع جورج كرم الذي أوقف لاستجوابه بتهمة نشر الرذيلة والتحريض على الفجور والدعارة واستباحة فضاء إذاعته لبث هرطقات إباحية علنية على المستمعين فترة زمنية امتدت 5 أشهر متتالية. نعرض هنا بعض مقتطفات هذه الحلقات. أكثر من هيك شارجر ولا ايرفون وقل له بدي أقدم له أحلى خيارة يا لوك أنت بتحبوا بدكم إياه يعني شو بتحبوا أكثر شيء إنه واحد شو بيحكي مثلا ما بفهم يعني إنه بدنا نجيب القاموس وهيك نقعد نفتح القاموس ونحكي يعني إنه إلى اليوم حمياني وما لقيت حدا يبدل أنا أكيد كل عمر كبير زغطي التلفونات وألسان أنا اللي بعرف الموجة 104.1 التي يبث عليها البرنامج يوميا عجق على 5 لمدة ساعة تغطي بيروت وضواحيها فقط، وهو أخذ رخصته من صوت الشعب التي أجرته ساعات بث محددة عام 2012، فأين أصبحت هذه الرخصة اليوم؟ في قرصنة لل 104.1 من قرصنة بكل ما تعنيه الكلمة بإطار 104.1، وبالتالي هي لا تمت بصلة لا من قريب ولا من بعيد بإذاعة صوت الشعب أو ما يبث في إطار المدى اللي أخذه السيد جورج كرم. قضية هي بدأت بال 2011، نعم كان هناك نقاش بالإدارة القديمة يعني في إطار التعاون وفق المادة 11 من قانون الإعلام المرئي والمسموع اللي هو بيسمح ببث مناطقي لساعات معينة خلال فترة وجيزة جدا، يعني هو لم يكتمل عقد مثل ما بيقولوا العمل في هذا الإطار. بدأت تتوارد إلى إذاعة صوت الشعب اتصالات يعني من كل المناطق ومن خارج لبنان انه شو عم بيصير على ال 104، عم نسمعها، هي مش اذاعتكم، هي كذا والى ما هنالك. في نفس الوقت جينا انذار، نحن جينا انذار من هيئه رقابه الاتصالات انه انتم هذه الموجه 104.1 عم بتبث مسائل ما إلى علاقه ببرامجكم. فنحن انذرنا عبر كاتب العدل يعني بالشهر السابع 2012. هذا الإنذار استلموا وفق الأصول، كمان أيضا بقية الموضوع تقدمنا بشكوى أمام المحكمة الابتدائية في بيروت بالعام 2012، وحتى الآن في محاكم بيناتنا حول هذا الموضوع. نحن عم نعتبر، وطبعا بالنسبة لنا هذا الاتفاق حتى الاتفاق بشكله الأولي هو اتفاق من جهتنا ساقط. أوقف كرم رهن التحقيق 4 أيام على أن جلسات الاستماع كان من المفترض أن تبدأ الأربعاء عند قاضي تحقيق كلود كرم، إلا أنها أجلت والبرنامج ما زال على الهواء مع انخفاض نسبة الإيحاءات. برمزيك يا فهم وأكيد شفت بعيني يا معي أنا جورج كرم بهاللقاء. المرة بلا شفاف مثل التخت بلا الحاف. والسؤال بيقول شو الفرق بين اللبناني والسوري؟ الطفلة سونيا تتعرض للعض من زميلة لها في سحل. تعرضت الطفلة سونيا علي أحمد البالغة من العمر 3 سنوات لعض في خدها الأيسر ويدها اليسرى في مدرسة القلبين الأقدسين في زحلة من قبل طفلة هي أيضا تلميذة في المدرسة. وقد أجرت الإدارة تحقيقا في الحادث واتصلت بذوي الطفلة المعتدية وعرضتها على طبيب نفسي لمعرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك. والد سونيا محمد علي أحمد رأى أن الحادث عابر ويحصل في جميع المؤسسات التربوية وأن إدارة المدرسة عالجت الأمر بكل إيجابية
شبابية ومهنية. الحادثة اللي تعرضت لها البنت هي حادثة عابرة، وبعتبرها أنا منتهية، لأن البنت رجعت على مدرستها بشكل طبيعي وما عاش عندها مشكلة، ولكن الإدارة تعاطت بهذا الملف بإيجابية جدا وبمهنية عالية، وأنا بتشكر إدارة المدرسة كتير اللي تعاطت بهذا الملف وعرفت مين اللي البنت اللي اعتدت على بنتي، وبعتت وراء أهلها وعرضوها على طبيب وعم بيعالجوا الأمور بطريقة جيدة جدا. ولفت إلى أن الهدف الأساسي من نشر الخبر هو عدم تكراره، لا للتشهير بالمدرسة. خربت داوود تغلق أبواب المدرسة الرسمية في وجه الطلاب السوريين. أقدم فعاليات أهالي بلدة خربة داوود في عكار على إقفال المدرسة ومنع الطلاب السوريين واللبنانيين من دخولها، رفضا لتعيين أساتذة من خارج البلدة، مؤكدين أن تحركهم الحالي هو تحرك تحذيري وإنذار موجه إلى وزارة التربية والوزير الياس بوصعب لإعادة النظر في القرار، خصوصا أن البلدة تتحمل أعباء النازحين المقدر عددهم بأكثر من 5000 نازح على مختلف المستويات. عملوا المدرسة الرسمية للأولاد السوريين بعد الظهر وجابوا كل الأساتذة من برات خرب الداوود. المطلوب انه خرب الداوود تتحمل عبء السوريين وتكون الفايدة لغير خرب الداوود، ونحن بس بدنا نفهم مين اللي عطى القرار وجاب هدول الأساتذة كلهم من برات خرب الداوود، وكأنه ما حد في عالم ولا في بشر في خرب الداوود. وهناك عدد كبير من حملة الإجازة والشهادات العليا من بين أبناء البلدة، فلا يجوز أن تتحمل أعباء النازحين وحدها، في حين تجري الاستفادة من الغرباء والمدرسين من خارج البلدة واستقطابهم للتعليم في المدرسة الرسمية في البلدة المنكوبة، ملوحين بتحركات تصعيدية في الأيام المقبلة. مواجهة ورشق بالحجارة مكنت أهالي القرى والبلدات المجاورة لمكب إسرار من انتزاع قرار بوقف العمل في شق طريق تربط المكب بأوتوستراد العبودية. بعد مواجهات دارت بين أهالي القرى والبلدات المحيطة بمكب إسرار العكاري وعمال الشركة المتعاهدة غزاوي طالب، تمكن الأهالي وبعد تظاهرة نفذوها في بلدة شير حميرين المحاذية للمكب صباحا من الحصول على قرار قضى بوقف العمل على الطريق التي تربط مكب إسرار بأوتوستراد العبودية. وأسفرت المواجهات بين الأهالي وعمال الشركة المتعهدة عن إصابة عدد من المعتصمين، إضافة إلى أحد العمال في المكب وأحد العناصر الأمنية التي كانت في المكان بعد إقدام الطرفين على التراشق بالحجارة. صور عملك عمي، تا شوي صور، الله لا يسامحه. جايين عم يحطوا عبارات ونحن اخذين كنا وعود انه ممنوع شغل عمال، تفاجئنا انه عم يحطوا عبارات وعم يكملوا الطريق ممنوع يتكمل. مش رح نسمح لكم بفسادكم، مش رح نسمح لكم تبنونا بالزباله ابدا، هي الارض لنا مش لكم. شو بتقول انت اليوم للمسؤولين؟ بقول للمسؤولين يتقوا الله بعبد الله ويحلوا عنا ويكفونا شرهم عن جد، لا بدنا مشاريعهم ولا بدنا زبالتهم، خلي زبالتهم عندهم. أنا بدي أقول لك لا تشيل زبالتك وتحط علي، تكفيني زبالة اللي عندي، نحن بكفينا زبالة بعكار، بكفينا شو عنا زبالة، وأكثر زبالة تركتوا لنا إياها النواب وأسأل بلدات تنازلوا، وأسأل بلدات يتنازلوا هن زبالة وبيوتهم مطامة، روح حطوا زبالة ببيوتهم مطامة ببيوتهم. وبعد الحصول على قرار وقف العمل توجه المعتصمون إلى خيمة العبودية، وانضم إليهم عدد من الشخصيات السياسية والمحامين من الحراك الشعبي. وزير الإعلام رمزي جريج وفي خلال لقائه رؤساء مجالس وإدارات المحطات المرئية يشدد على الحرية التي ينعم بها الإعلام في لبنان. عرض وزير الإعلام رمزي جريج مع رؤساء مجالس إدارات المحطات الإعلامية المرئية في حضور رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ شؤون الإعلام المرئي ومشكلاته وأزمات لبنان الراهنة، وأكد المجتمعون الحرص على الحرية الإعلامية وعلى دور الإعلام في تأدية مهماته تحت سقف القانون ووفقا للمناقبية المهنية التي يرتضيها الإعلام طوعا من أجل تغليب المصلحة العامة الوطنية على أي اعتبار آخر، وهي ضرورة تغليب الموضوعية والاعتدال في نقل الأخبار والتعليق عليها. ولا شك أن الإعلام يتجاوب مع هذا الطرح، وإنما أيضا لقد استعرض بعض الشوائب في الأداء السياسي الذي يجعله في موقع الانتقاد، وهذا حق
حق له، لأننا ننعم في لبنان بحرية إعلامية غير متوفرة في سائر البلدان المجاورة. وناقش المجتمعون كيفية معالجة الأزمة المالية التي يعانيها الإعلام اللبناني عموما ومحطات المرئي والمسموع خصوصا بسبب الأوضاع الاقتصادية وشح سوق الإعلان. الوزير علي حسن خليل يحذر من تعطيل مؤسسات الدولة ويحث القوى السياسية على العودة إلى البرلمان في أسرع وقت لإقرار جميع القوانين المرتبطة بالاقتصاد وبحياة الناس. لقد عشنا خلال السنة والنصف المنصرمة واحدة من أعقد وأصعب التجارب في إدارة السلطة، في إدارة الحكم، وهي تجربة أبدعت وكرست الكثير من الأعراف وخلقت نوع من التوازنات وأعادت توزيع أدوار بشكل مصطنع وخطير، والأخطر إذا ما استمر على طبيعة وجود واستمرار وعمل هذه المؤسسات الدستورية. لقد تجرأنا جميعا على الدستور وتجرأنا على القوانين قوانين تحت عناوين مختلفة، إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه في الآونة الأخيرة، وهو شلل في عمل الإدارة، شلل في عمل السلطات والمؤسسات الدستورية، ومزايدات تكاد تنهي ما تبقى من هيبة ورمزية لهذه المؤسسات عبر اختراع نصوص تتلائم مع مواقعنا السياسية الخاصة. وبالتالي علينا أن نلتقط هذه الفرصة وأن نسرع في إقرار كل القوانين المتصلة بالشأن الاقتصادي والمالي، وكل القوانين المتصلة أيضا بحياة الناس، لأنه ليس فقط من مسؤوليتنا أن نقوم بالحد الذي نعتبره خطرا على الدولة فيما يتعلق بعلاقاتها الخارجية، وهذا أمر مهم وهذا أمر في غاية الخطورة. ولقد قاربت هذه المسألة بالأمس مع دولة رئيس المجلس النيابي ودولة رئيس الحكومة، وبينا المخاطر الناتجة عن عدم إقرار القوانين المتعلقة بقبول قروض من البنك الدولي وقوانين أخرى تتصل بالثقة بقطاعنا المصرفي. الأمم المتحدة تحيي ذكرى تأسيسها 70 في لبنان بحوار مفتوح حول قضايا تعد من أولويات لبنان والمنظمة الدولية في البيال، ودعوة إلى دعم لبنان في تحمل أعباء اللاجئين الفلسطينيين والسوريين. لمناسبة ذكرى 70 لتأسيس الأمم المتحدة، نظم في لبنان حوار مفتوح حول قضايا تعد من أولويات لبنان والمنظمة الدولية في مجمع بيال بعنوان الأمم المتحدة في لبنان ولبنان في الأمم المتحدة، بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية. المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريت كاغ ألقت كلمة الأمين العام بان كيمون، ولفتت إلى أن لبنان يستقبل ملايين اللاجئين الفلسطينيين والسوريين ما حمله أعباء كبيرة، ودعت الجميع إلى أن يشارك في هذه المسؤولية ليدعم لبنان في تحمل الأعباء، إذ إن الأزمة في المنطقة تحتم معالجة جذور الأزمة الاجتماعية. بين الأمم المتحدة ولبنان العلاقات عزيزة في فترات طويلة، والتي تعزز من التزامنا المشترك بعمل مزيد من أجل تعميم خاصة السلام، الأمن، التنمية مستدامة وحقوق الإنسان. بدوره رأى الوزير السابق طارق متري أن الأمم المتحدة وعلى غرار لبنان تتنازع بين قطبين، قطب العلاقة الفعلية بين الدول وقطب الشراكة في القيم الكونية التي ائتمنت الأمم المتحدة عليها، لافتا إلى أنها محكومة في موازين القوى بين الدول الكبيرة وسياسات الدول الدائمة العضوية ومصالحها، مشددا على أنها تراعي ما يتفق عليه أكثرية الدول الأعضاء في الجمعية العمومية. وتخلل الافتتاحية كلمة للطفلة سارة جديد من عكار التي نالت الجائزة العالمية للبريد، وتضمن المؤتمر أيضا حلقات نقاش وحوار حول عدد من القضايا.
كرم موقع جارود ميديا وموقع خبر عجل إعلاميين من مختلف المحطات التلفزيونية بحضور عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية، وكان لافتا جمع الشمل الإعلامي والسياسي في حفل التكريم. وبحسب منظمي الحفل، فقد قدم كل سياسي درع تقدير إلى مكرم من كل وسيلة مرئية. ممثل وزير الإعلام أثنى على عمل المراسل مؤيدا شعار الحفل أنتم الحدث من قلب الحدث، ورأى أن مراسلي الميدان هم المبتدأ والخبر في نشرات الأخبار. وقد اختار المنظمون الزميلة نانسي السبع من قناة الجديد لتكريمها على جهودها ومسيرتها، وخص شاعر توني أبي كرم كل المراسلين بأغنية أعلن كلماتها منظم الحفل الزميل زكريا فحام. بالسلم وقفتوا بالحر بالشمال جنوب وشرق وغرب، بالأوقات الحلوة وقفتوا، بالأوقات المرة وقفتوا، ما تعبتوا ولا مرة زهقتوا ولا مرة غيرتوا الدرب. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل مصارعة نسائية. نحييكم من جديد. عمليات الطعن والدهس مستمرة في فلسطين المحتلة، وصافرات الإنذار تطلق في المجالس الإقليمية المحيطة بقطاع غزة. استشهد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما اعتقل آخر بعدما أقدم شابان على طعن مجندة إسرائيلية في مستوطنة آدم شمال القدس المحتلة، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة. كما تمكن فلسطيني من دهس جندي من قوات الاحتلال في منطقة شيلو شمالية رام الله، وبحسب وسائل إعلام عبرية فقد أصيب الجندي في العملية ووصفت جروحه بالمتوسطة، فيما اعتقل منفذ العملية. وفي مستوطنة عفرة شرقي مدينة رام الله أيضا أصيب شرطي في عملية دهس نفذها سائق فلسطيني، تمكن من مغادرة المكان نحو بلدة سلواد المجاورة بعدما ترجل من سيارته. وكان قد قتل مستوطنان أمس، الأول بعد دهسه بشاحنة فلسطينية في خلال اعتدائه على فلسطينيين في مدينة الخليل، والآخر في مواجهات مع الفلسطينيين في أحياء مدينة القدس. كما أصيب جنديان إسرائيليان في عملية دهس شمالي الخليل. وفي الخليل استشهد فلسطيني يبلغ من العمر 54 عاما من جراء اختناقه بالغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال في منطقة تل إرميدا جنوبي الضفة الغربية المحتلة. على صعيد آخر، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في خاي أدرعي أن صفارات الإنذار أطلقت في المجالس الإقليمية المحيطة بقطاع غزة نتيجة سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من غزة في منطقة مفتوحة. جويل هانتر اللبنانية أول مصارعة عربية. هذه هي غيدة شمس الدين أو جويل هانتر، ابنة 17 عاما، فتاة لبنانية توجت أول فتاة عربية على حلبة المصارعة الحرة لتكسر كل الحواجز التي أدت إلى احتكار الرجال لهذه الرياضة. غيدة مصارعة من الطراز الأول، ومع أن قامتها لا تتعدى 165 سنتيمترا، فأن هذه الفتاة اللبنانية قادرة على إسقاط رجل يزن ضعف وزنها. وقد التحقت غيدة بأكاديمية للمصارعة في دبي لتحترف المصارعة، وهدفها أن يصبح للمصارعة النسائية وجود في المنطقة العربية، إضافة إلى رغبتها في المشاركة على حلبات المصارعة العالمية. يذكر أن غيدة ولدت لأبوين لبنانيين ونشأت في السعودية وتعيش حاليا في دبي. كان في النشأة صندوقة افتراضية لانتخاب الرئيس. كمين سموه كمين. وضبط ورقة المندسين. غادرون في البحر وعادوا جثامين من الجو. يا عمي شو التقرير الأسود للفاتيكان يبدو سوادا إعلاميا. اليوم ممبرتي ما عادش موجود بالأمان العام في الشبكة الدبلوماسية.
قريبا لبنان في سلة المهملات المالية دوليا. ما بعودوا قاضينا كدولة انه ممكن تعمل اي اصلاحات مستقبلية اذا ما اقرنا ونحن بمجلس النواب. يعتبر لبنان من الدول غير المتعاونة بمكافحة الجريمة بالعالم. تكلفة تمويل الحراك تصرف على دفع الكفالة وفحص المول. كان عم بيقولوا لكل واحد بتاخد العينة تبع البول وبتاخد معك 50,000 وبتدفع الفحص ولا ما بتطلع. بوتين والأسد اتفاق عسكري سياسي. ولا أحد يفكر بمشاركة عسكرية لذا كان لديها بالنهاية هدف سياسي يخدم هذا الشعب. وكان في النشرة هنا إذاعة ما يطلبه الإباحيون. كنت نسامعك أحلى ما نقدس لك يا طريقتنا الخاصة. كان هذا كل شيء حتى الساعة. شكرا للمتابعة. نعود ونلتقي مجددا في تمام 11:30 بإذن الله. فكونوا على الموعد.